كوج رابع انا مصلي على النبي. هاي يمشي مصلي على النبي غلا والكواء. واسمع لا فما كان بعينيها تجري بعينيها هنا. لا 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 نشري انا مش تاجر اخويا مانيش تاجر. نشري ان شاء الله. كان جيت نعم في التلة لقيت كريبة نقع عليها كهو استعملها الخاص. مانيش تاجر اصلا مانيش تاجر. ها وطو والله طو دخلت ما زلت مكاسحة شوية غالية غالية غالية. والله ما بنز على كريبة صغيرة مش مو مش شوزي كريبة بها عائلة هي. نظيفة 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 ما قلش من 30 راه ما قلش ها نهبطش 30 مليون خاطر كان هبط 30 مليون يهزوني أنا والفلوس. عمري ما نهبط فلوس ما نهبطش فلوس ممنوع عليك تهبط فلوس. نشري نشري ونتفاهم ومن بعد ياخذ فلوسه. والله العظيم ما هو فيه الغش وما فيهش غش. شوف باش تاخذ من عند قسار راه انا مانيش قسار بريموسا باش تاخذ من عند قسار الكهرباء يبدا مقلبها 50,000 مرة اما كاسحة في الفلوس كاسحة فهمتني. وفما اخويا فما الله يهديهم فما الغشة موجودة في تونس لنا موجودة موجودة نف لا واحد نشوفها واحد نشوف كهرباء ترامج عندي وليتان تاع الكهرباء ساعة بريمو. انت وماشيين الكهرباء قداش ماشي وتاكل زيد ما تاكلش خي ما يلزم تقلب الكهرباء كيك مقلوبه مش مقلوبه مضروبه وعلى جنب ومسلح مو فما حاجات لازم تشوف في الكهرباء. هذيك اساس كهرباء موتور يتبدل التوله كيف مش بيك التوله فيها خدمه كبيره موتور تنجم تمشي تاخذ موتور بتاع 3-4 ملايين هاك تحت الموتور والتوله كي تبدا مضروب مقسومه في زوز هم عاودينها باش تعاود التونه ما تعاودش. ركز مالي ركز كل شيء يجيب ما علاش يجيب ميكانسيان يجيب تولي يجيب ما تولي باش ما يتغشش هو كهو يغش وين السيارة غش حسب رايك. والله في كل فلت عبنت تسير غش والله العظيم فلت عبنت في الكروسه فلت عبنت تسير خاطر ما عنا مسلي عني بيه عنا ثقة ياسر احنا في بعضنا يعني اعطيه بيه كربت ما يهموش فيك تتقلب بيك تموت بيك ما هو لا ما يهمه يا رحم بوك ليه ياخذ فلوسه مش خاطر العربون لازم يمشي اما ياخذ فلوسه ما يمشي. تمام 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 قشار اليوم في السوق معروفين وقتهم وعندهم لا باهين باهين فما قلت لا 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 فما في ثقة قشار قشار يعرف يبيع آه ما رسم نعم ما قشار عنده يقول القشار يعرف يصرف كيفاش يعرف يصرف يصرف هو سلاوه قشار قشار الله يهديك انا قشار لو يكذب عليك مش قشار والله ماني قشار فهمني علاش قلت لك قشار ما تخاف فما عبيد ما تخافش منها تاخذ من خذ خذ من عند راهو القشار يقلبها اكثر من التبيب راهو شفت يقلب الكهرباء من اجوج كازات يقلب باش يغشوا القشار توا ما يغشوش يرحم بوك اما زيد شويه زيد عنده الحق يخدم على روحه يربح بتبيع مش يربح ما يربحش اخوه إيه مش موسيقى كما هكا يبدا يعني مربي بحاله من 4 تاع الصباح باش يجي مداله بليز مش معقول. ما نتصورش كان القشار يربح 50 و 100 في الكهرباء. لا 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 يربح اكثر اخوي العزيز يربح اكثر من مليون.